الخرس الزوجي. الخرس الزوجي هو سكوت سلبي للزوجين، وغياب لغة الحوار بينهما، وانشغال أو تشاغل كل منهما عن الآخر بأموره الخاصة، وضعف التفاعل اللفظي والعاطفي نتيجة لعدم وجود قواسم مشتركة بين الزوجين. أسباب حدوث الخرس الزوجي: أولاً، الروتين اليومي وكثرة الضغوطات والالتزامات الحياتية. ثانياً، سلب الحرية الشخصية وفرض أحد الزوجين آراءه وأفكاره على الآخر وعلى الأسرة. ثالثاً، اختلاف البيئة التي منها أحد الزوجين، فيكون أحدهم اجتماعي يميل إلى الاندماج والتفاعل، بينما الآخر منطوي انعزالي، وبالتالي لا يجد من يشجعه على الحديث والحوار معه. رابعاً، التباين الفكري والثقافي الزوجي، لأن وقتها سيميل الطرف الذي يريد الحديث إلى التحدث للشخص الذي يفهمه ويشجعه على الحوار. خامساً، تدخل الأهل والأصدقاء في الحياة اليومية يسبب الإزعاج للزوجين أو لأحدهما. سادساً، سياسة الملفات المفتوحة وترك المشكلات الصغيرة واستمراريتها في الظهور وعدم التحدث فيها، فيجب علينا سد ثغرات وحل المشكلات الصغيرة وقت حدوثها وإغلاق الملفات. سابعا، البخل العاطفي وعدم التعبير عن مشاعر الحب للشريك لأنه يعتبره ضعف. ثامنا، انتشار التكنولوجيا والانشغال بالجلوس على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لساعات طويلة. حلول وعلاج هذا الخرس الزوجي: أولا، التجديد والتغيير، التغلب على روتين الحياة بأي أفكار حتى لو صغيرة، مثل الخروج لأماكن قريبة، زيارات سريعة للأصدقاء، التنزه، التسوق. ثانيا، مناقشة موضوعات وأفكار مختلفة وقراءة كتب جديدة والاطلاع على ثقافات مختلفة. ثالثا، الحرص على كلمات جميلة ولو بسيطة تساعد على وجود تواصل وحوار فعال، والحرص على توجيه الشكر لأن هذه الكلمات تؤتي ثمارها في الحياة الزوجية. رابعا، التغيير في طريقة أثاث المنزل وتزيين المنزل باستخدام أفكار جميلة بشأن تنظيم البيت. خامسا، الاعتذار عن الخطأ لأنه سيفتح باب كثير للنقاش داخل الأسرة. سادسا، يجب على الزوجين فهم طبيعة شريك حياته الخاصة وحصر اهتماماته ومحاولة التقرب من الأشياء التي يهتم بها ويفضلها كي يلتقي معه في نقاط مشتركة. سابعا، لا تستسلم أبدا واسعى على بدء أي حوار ولو بسيط. ثامنا، التعرف على طباع شريك حياتك ومحاولة كل طرف معرفة مفاتيح الطرف الآخر. تاسعا، تعلم فن الاستماع. عاشرا، إيجاد مساحة مشتركة بين الزوجين ووجود تفاصيل صغيرة من شأنها أن تعيد الحيوية للعلاقة الزوجية التي يمكن أن تساعد على الاستمرارية بالحوار الأسري والوصول إلى حياة سعيدة. والسلام عليكم.